باغا ننزل عليها هنا. انا جيتها في شعرها قطعت لها النص ديال شعرها، كاين الشعر اللي قطعت ليها قالت لي عطيني الشعر نخرجوا لدارنا الناس يدفنوه. راه حنا في العاده ديالنا تيدفنوا الشعر، رموه في الجورنان، داروا لي تكوين عصابه داخل المؤسسه وهزوني ترونسفير. تتجي تتحط 20,000 ريال، هذيك مسكينه تنقولوا بنت بالنيكس ما كيجيوش عندها. هذيك 1000 درهم راه معنا خدنا 500 والموظفه 500. تقول خالتي الضاويه ميم تيفجاني. كانوا دخلوا واحد البنت بنت الرباط، انا كنت ديك الساعه واقفه على الخضره كابرانات الخضره، دخلوا واحد البنت بنت الرباط يعني جايه مضروبه، جات على واحد القاوريه، هي جايه في الباطل ولكن احنا ما عندنا مش حنا جايين، احنا اش دايرين. المهم راه الحبس كله بحال بحال، جات مضروبه عطيتها المده ديال 10 ايام زعما باش تبرا وهادي وتتمشي للحمام تدوش تتجي عينيها ما بقاوش زرقين. تنقول لا نودي اختي تنسي تنقي مع البنات، كان انا اللي كنفرق الماس كبرانات الماس على الخضره، هي ديك نودي اختي تنقي. تتقول لي لا انا باقا مريضه. ويلي كيفاش باقا مريضه؟ حيت حنا اللي ما بغاش تنقي كتعطي الفلوس، فهمتي؟ بحال دابا مراه كبيره ومزيانه بنت صغيره بنت دوك الناس الكلاس تنقولوا لهم كلاس صحاب الكلاس، كتجي كتعطي الفلوس كتفاك. انا كنشد النص وتنعطي للموظفه النص، فهمتي؟ يعني هذيك السيده راه ما تنقيش، اما مريضه بعينيها اما مريضة. مهم راه عندها علاش من جهه الموظفات شادين الفلوس. هي هذيك قلت لها اختي نوضي انت ما تعطيتي حاجه وشنو زعما دابا انت هذه دابا تفرعين عندك ولا شنو؟ ما بغيتيش تنقي زعما شنو؟ واش انت حنت بنت الرباط؟ عرفتي فين بنت القامره؟ قلت لها واش حنت القامره زعما واش شنو هي القامره؟ قلت لها نوضي تنقي. قالت لي لا ثلاثه الخطرات. واحد النهار في الصباح يلا شديت الماس، هي شعرها طويل، يلا شديت الماس مداتهم لي الموظفه ما تفكرتها هي الاولى. قلت لها خرجي. قالت لي ما نخرج. قلت لها خرجي تنقي الخضره صافي. تفهمت مع الموظفات هذيك راه خاصها شي حاجه، راه ما بغات تطوع لها كل الفلوس لسميتو يعني باغا عنصره هي هذيك. وانا نجبد موس من هذوك اللي شاده في يدي، عطيت البنت صاحبتي اللي حدايا عطيتها الماس اللي بقاو حيت الماس بزاف، عطيتها داك الطاس الماس موس في يدي. قلت لها زيدي ما بغاش تنوض متكيه هكا في الباياس وانا نجي وانا ننزل لك تغنى ربي تسمح لي. انا مثلا ديك الساعه باقي الطيش باقي الطيش باقي سميتو ما كنت باغا ننزل عليها هنا. انا جيتها في شعرها قطعت لها النص ديال شعرها، شعرها طويل. كان واحد المدير الله نص شعرها خص نورمالمون خص تكون واحد الساموراي، الساموراي تكون هي الريكال يعني اي لوجيك موز الخضرة يقطع سلف عبلة اجاز عيال مزيد. كان واحد المدير الله يسهل عليه الله يعمرها دار بلا ما نسميه، وقف معايا في هذيك القضيه ولاني هي دارت. مهم ما عليناش، منين قطعت لها شعرها جاوا الموظفات داروا التقرير، هادي تقرير من صالحي حيت انا معاهم، انا راه كابرانا معاهم راه ديال الخضره. هي هذيك منين سميت الله صبر صبر انت كيفاش كيفاش موظفه ودايرين تقرير على قبلها؟ شغي اللي ضربه البنت مقطعه عليها سالفه قلبوا عليها غريب زعما بصح يكون شي اصدقاء. سعيت للمدير قال لها شوفي غديري هي هذيك منين سميتو، عيط للمدير قال لها شوفي غديري بحال انا اللي درت لك داك الشيء وغات داك التقرير وداركم ما غتقولي لهم والو. قالت لي صافي. المهم طلبها المدير قالت لي صافي ولاني شرط واحد تعطوني الشعر ديالي داك الشعر اللي قطعت ليها. قالت لي تعطيني الشعر نخرجوا لدارنا تيدفنوه، راه حنا في العاده ديالنا تيدفنوا الشعر، فهمتي؟ يعني بحال قول بنت المدير. جمعوا لها في دره ديال حياتي بيضاء خرجت ما رموه في الجورنان، داروا لي تكوين عصابه داخل المؤسسه وهزوني ترونسفير على يد الموظفات. الحشيش غيدخل وكاين دابا ملي كتكون الموظفه طالقه اللعب الرئيسه، ملي كتكون طالقه اللعب وكلشي كيجيبوه الموظفات يعني حتى وحدين اخرين تيجيهم دكاكه في الباني ديالهم وبلا ما تيعرفوا حتى واحد، يعني راه داير في الحي. واخا يدخل من عند العائله ما كانت الدنيا هانيه بحال راه شاريه من عند هذوك اللي كيبيعوا.
ورا تدخلوا مضافه جايه داخله في ساكه بكل شيء. واش دابا المضافات ولاو تيتقلبوا ولاو تيحيدوا من التليفونات؟ راه كانت السيبه واش تحبك بحال دابا. ودابا سير العرجات دير هذا الشيء العرجات وبقى لاباني لا والو ما كاينش. دابا المضافات كاينه واحد الطريقه باش تيشدوا راه باقي تيشدوا يعني راه ما تحبس حتى حاجه. تليفون النمره ديال عائلتك تياخذوها تيتلاقاو معاهم برا تيعطيوهم فلوس تتجيبك داكشي اللي باغا على طريقه هي نهار اللي غتكون جايه بيتها جايبه داكشي ليها يعني ديالها ديال باش التليفون مابقاش يدخل الحي المضافه ما تدخلوش تيبقاو كيجيبوهمش كاع حيت تحيدو من هنا من الزاكي يعني كان كلشي كيدخل كلشي 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 كان تيدخل. ودابا في العرجات كاين الحشيش بلاصه كيفاش دايره نقي نقي. لكنتي الفلوس عندك فلوس غتشد بلاصه زوينه لكنتي عندك لكنتي عنصوره غتشدي بلاصه زوينه. انت الكابرانه كتوقفي انايا تنوقف كابرانه شحال من خطره حيت انا دخلت صغيره بقيت غاده معاهم هكاك كنوقف كابرانه اش كندير. كتجي وحده نقيقيه يعني بنت عائله تتجي تتحط 20,000 ريال تتقول لك بغيت بلاصه تتجي انا تنعطي لها هذيك انا ما نضيعهاش هذيك اللي غنهبطها من البلاصه راه ماشي مهبطه هكاك هذيك مسكينه تنقولوا بنت بالنيكس ما كيجيوش عندها. وبلاتي على ذكر بنت بالنيكس شكون هو بالنيكس وشنو هي بالنيكس منين جات سميه بالنيكس؟ سمعوني مزيان القصه هذه السجناء الخاطرين ما عارفينهاش. السيدي بالنيكس هو واحد ولد الباديه كان دخل السجن تحكم ضربوه بالطويله اصدقاء ضربوه بالطويله بدا يصلي ولا ضريف مع بنان تيقول له عطيني مثلا ديك التفاحه تيعطيها له تيقول له سير تسخر تيتسخر فهمت اي حاجه تيقول له تيدير ماشي خوفا لا هي هكاك زعما ضرافات ديال الله بغى يدخل الجنه حيت كان هو دخل لا روح يعني كنجي كنعطيها كنقول لها تاخذي قده وقده وغنعطيك تفرشي في الارض واحد السيمانه وغنطلعك البياس اخر صافي كتهبط البنت. ولان هذا الشيء راه بعلم الموظفات راه ماشي انا اللي كندير هذا الشيء راه بعلم الموظفه راه ديك ال1000 درهم راه ناخذها انا 500 ورا الموظفه 500 هادشي تدخل السجينه كيشدوا معها الضبع علاش باش تطلق فهمتي كيزيروها بالعربيه كتزير هذيك الحاجه خصك ديريها نقي ديري بغات تمشي للحمام تسقمعها بغات الطبيب تسقمعها علاش باش تطلق معها باش تعطي الفلوس باش تولي فهمتي بنت بنيكس كاين الحبس فيه بزاف لابيل مع 8 ديال الصباح لابيل لابيل دابا الله يطولنا عمر سيدنا محمد السادس عطانا حقوق الانسان ولينا كنتحسبوه في البيت ما راه كنا كنخرجوا الشتا كتصب تخرج خرج 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 بحال شي بقرة وليدي مخرجينه في داك الصباح بحال هكاك. دابا اللي كتشرب الدواء ما تخرجش لابيل يعني ولات شويه حقوق الانسان ولاني كاين واحد الحبس باقي عندنا في المغرب ما فيه لا حقوق الانسان لا حقوق والو. شغنقول لك اوليدي كيخرجونا مع 8 لابيل صافي تيبقى محلول الباب حتى ال 11 ونص يعني ما كانش داك الشيء بحال دابا مزير. دابا راه ولا مزير ولا واحد الوقت اخر كنخرجوا وكنبيعوا في لاكور شير اللي بعتها الدواء ديال هذيك الكينات الغلط ديك انتونوريكس هذاك الشيء ديال سميتو بعتو شنو ما عندي ما بحال شي سوق سوق كلشي كيتباع كلشي كاين بغيتي نقرا كاينه بغيتي ذهب كاين بغيتي حوايج كاينين كيتباع كلشي لداخل. نهار الزياره راه بحال كاين السوق انايا عندي كتاب مقاريه ما والو تشد على البنت تقيد ليا ديال الكريدي تجيب تنجيب ترس انا مثلا كميمه والو كنجيب ترس ديال الكارو كنبقى نصرف وحده بجوج باكيه بجوج غنطلقها لك بحال دابا انايا ها حنا تزرنا الاربع لا جيتي الخميس انا عطلت سيمانه كاين اللي كتجي حتى الجمعه حتى الاخر وكتصدق من كريديها بجوج يعني تيبقى يزيد عندي الكارو فهمتي. كنبغي بحال دابا نشد ترس الكارو نمشي نجيب بيه 5 لتر ديال الزيت نشد باكيه الكارو نمشي نجيب بيه السكر اي حاجه بغيتي تيجيبها لك الكارو. هذا الشيء عاوتاني راه في العرجات ما هنا كانت الفلوس ما كاينش مشكل الفلوس بيع عشره في العرجات. دابا ولا هذا هو البيزنيس اللي كاين في حاليا في العرجات. اسمعني يا بيزنس وومن سيري شي قري لي البيزنس في الامسي شي الذكاء اسطوره شنو سميو العنوان اسطوره البيع والشراء داخل السجن بنت بنيكس ماشي بنت بنيكس هذا لا 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 راضيه لا لا راضيه وصلاه وسلام على رسول الله. اني واي تشاومي قلت لك فيديو جديد.